السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مكسوفت لعبة لعب حلوة وأتاحت روبوت دردشة شات جي بي تي في قلب البنج اللي هو المتصفح بتاعها لكل الناس من غير ما تستنى دورك أو تدفع فلوس أو الحاجات دي كلها. ببساطة شديدة جدا ممكن تقول له أو لازم تكون أنت داخل على بنج مايكروسوفت بنج وتكتب اللي أنت عايزه. بص هنا ده ديسكفر شات، ده من خلال مايكروسوفت ايدج، تمام، اللي هو المتصفح اللي ما كانش حد بيحبه. احنا ما كناش بنحب الايدج ولا كنا بنحب مايكروسوفت بينج، لكن مايكروسوفت لعبت لعبه جميله واصبح حاجه قويه جدا. تمام، تقدر تكتب بقى اي سؤال هنا. تمام، مثلا كيف استخدم الذكاء الاصطناعي، او اكتب لي رساله. ايه نعم، يعني مش لازم تستنى دورك او ممنوع من في بلدك او الحاجات دي كلها. انا سألته اصلا هو ايه موضوع ان هو ممنوع في البلد، قال لها مش ممنوع ولا حاجه، البلد نفسها هي اللي بتمنعه. خلينا نسأله كده، لماذا شات جي بي تي ممنوع في بعض البلاد؟ هو بيقول لا، انا مش انا اللي مانع، ده هي البلاد اللي مانعة. ده بيقول لك ان هو ممنوع على روسيا والصين، لكن بقية الدول. طيب خلينا نسأل ليه ممنوع في السعودية؟ فتح لك الصفحة بقى عشان ايه؟ فيديو بتاعه كده. بلاش بلاش، تمام، يعني هو جاب لك، يعني هو في ميزة، हर कोने में मशहूर होने के बावजूद चंद ممالك में في ميزة ان انت تقدر تسأله ويجيب لك اجابة مباشرة، وفي نفس الوقت بيجيب لك معلومات محدثة ويبدأ يجيب لك لينكات تدور فيها على المعلومة اللي انت عايزها. فمحرك بحث زائد ذكاء صناعي. طيب خلينا نسأله ما اهم الانجازات في 2022. نشوف هل هو بدأ ياخد المعلومات الحديثة، لأنه كان آخر حاجة واقف عليها 2021. قالك في كوفيد 19، إطلاق تلسكوب جيمس ويب. تمام، ومديني لينك اهوت لو أنا عايز أدخل عليها. تمام، وفي دي المصادر اللي جاب منها المعلومة ديت.